سلامة. سلام. بس الحمد لله. أتمنى أروحك. معكم أشرف طنفوري من تطاوين. تطاوين. تحية لأهلي التطاوين. بطبيعة تحية كبيرة زي مش حتى صغيرة، تحية كبيرة لأهلنا كل في الجنوب بصفة عامة، تطاوين ومدنين وقابس وتوزر كل جنوب كل وتونس كاملة من شمالها لجنوبها شرقها لغربها، فما وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر. أمين. باهي، أنت شنو تعمل في حياتك؟ والله نخدم ونعمل في برشا حاجات، معناتها نخدم كل شيء نخدم، فماش حاجة ما معناتها باش تقزمني ولا تصغرني، لا اللي واتيني نخدم تجارة، أعمال حرة، مرمى، كل شيء نخدم. خدمتهم الكل؟ كل خدمت. خدمت قهواجي، خدمت كونفاير، ما فماش خدمة، خدمت في تونس زاد. خدمتهم كل وما يعيبني حتى شيء، مالية كان راجل ومالية كان فهمتي ولا لازم نطر الفرنك بدراعي. انا كي تعلمت معناتها كي تربيت معناتها تحرك جيب ايه معناتها انتج. انا كي خرجت من القرايه عارف روحي ليش معمل، عارف في عمر صغير، عمر يسمى صغير، يسمى ما في عمر 20 21 فهمت، وما كملت، لا هو ما حلفنيش الحظ بحكم الظروف العائله، معناتها العائله اللي عائلتي بظروفها معناتها ما تسمحش بشيء. صعيبة ما كم. يعطيك الصحة، وحكم زاد احنا ما شاء الله في العائلة عشرة. احنا عشرة في العائلة. عشرة في العائلة؟ ما شاء الله. كلهم عشرة، فما عندي ست اخوات ربي يفضلهم، ست اخوات اولاد ربي يفضلهم لي، وزوز بنات ربي يفضلهم لي، وامي وبابا. يعني كانت الظروف صعيبة شوية باش تكمل القراية. يعطيك الصحة، كانت الظروف فهمتي ولا تعدينا بها في الصغر، ظروف ما صعيبة ياسر، صعيبة من ناحية شنو؟ من ناحية المعيشة، من ناحية بابا وحدة مثلا يخدم، فما ما قدش يوفر، ما شاء الله احنا أخوة في الدار، ما نجمش يوفر، وزاد هو وزاد حتى بابا ما حلفوش الحظ مسكين، فهمت؟ ما وقتهاش معناتها باش يعيشنا معناتها في أرض العيش ولا معناتها وراضيين بالشيء هذا، معناتها مانيش هك كل واحد وربي ايش عطاه، وكل واحد وربي ومغرفته ايش هزت، فهمت؟ ومعناتها ما كل اللي جاي من عند ربي كله بجرب. انت وقتها معناها حبيت انت اللي تخرج تعاون داركم، والا فما شكون مثلا في العائله فرض عليك قال لك اخرج ولازمك تولي تخدم؟ ما فرضش عليا حتى حد، اول واحد اول مبادره بادر بها اخوي الكبير، اول مبادره اخوي الكبير خرج وقتها فهمت ولا، وقتها بابا معناتها تعدى بازمه صحيه، معناتها مرض فهمت، مرض برشا معناتها، واللي كان يخدم علينا معناتها صاي معناتها فهمت تعب، خرج اخوي الكبير اللي هو خويا عبد الروف فهمت، خويا الكبير هكا يا بابا السنقور الصنديد فهمت، وخرج هو الاول خدم في تعلم صنعه نتاع كوشه، صنع كواش، تعلم صنعه وضحى فهمت، وكان مسكين كان يخدم صانع، الفلوس اللي كان يخدم بيهم صانع اللي يخلص فيهم عارفه يهزهم لامي فهمت، امي باش توفر لنا احنا باش ناكلوا باش نشربوا فهمتني ولا، وبدات هكاك من البابا من اللحظه هيك، انا واحد من الناس حسيتها، وخويا اكبر مني اسامه نفس الاحساس، معناتها اخوك واحده يخدم وباباك معناتها ما عنده حتى معناتها ما نجم يعمل لكم شيء، معناتها عائله كامله من باباك معناتها مريض، اول حاجه لازمك معناتها وامك فهمتي ولا، ثم واحد تو زاد يرضى لامه فهمتي ولا باش يتعبها باش ولا محلها خدمه علينا امي، وباش طلعتنا فهمتي ولا صناديد طلعتنا فهمتي ولا رجال، ومعناتها ذريه معناتها ذريه صالحين الحمد لله، اكثر حاجه فرحان بها اللي هي هذه، واكثر حاجه اللي فهمت اللي فرحان بها زاد فهمت كوني عندي ام ربي يفضلها لي امي الزهره فهمت، اللي هي في الدنيا عندي تسوى لي الدنيا كل، شفتي تهزي العالم، عالم بما فيه، تخيريني معناتها بين زوز حاجات، خيريني بين العالم وما فيه فهمت، بين امي نختار امي، بالنسبه لي انا عندي امي هيك كل شيء نفس، انا كان مش عندي ام زي هيك، انا مصبرتني فهمتي، نقول لك ما سي معناتها اصلا معناتها اللي شفت انا حسب، انا مازلت في عنفوان شبابي مازلت معناتها ما شفتش الدنيا فهمت، نحكي لك عليا انا ما نحكي شنو هي مصبرتك؟ صبرتني على برشا حاجات معناتها قاعده معناتها تسبورتو فيا معناتها تدز فيا تعاون فيا تصبر فيا زاد فهمتي، ولا بالاقوال الدينيه تقول لي تم ربي اللي خلقت ما يضيع فهمت، دائما معناتها مسكينه فهمتي ولا قاعده تشجع فيا وقاعده ما فهمت قاعده معناتها توجه فيا بالدين بربي ايش قال
بربي اللي قال فهمت ولا كل واحد فهمت ولا تويك اللي كاتب له كل واحد توي يوصل وين يحب فهمت ربي اللي خلق ما يضيع هذا هو قيمة الوالدين فما برشا عبيد ما يعرفوش قيمة بالنسبة اللي ما يعرفش قيمة الوالدين بالنسبة لي أنا عندي أنا ما عرفش الدنيا بالنسبة اللي ما يعرفش قيمة الوالدين عندي أنا ما يعرفش الدنيا وما فيه بالنسبة للوالدين كنز كنز لا يفني فهمت وقتاش تحس به الكنز هذا وقت اللي فهمت ولا وقت اللي تفقدهم فهمت وقت اللي صاي يمشوا فهمت ان شاء الله بعد عمر طويل معناتها فقد الشيء لا يعطيه معناتها بتحس قال لك الاخر ما تحس بالجمره ما تحس بالجمره كان اللي عافس عليه وقتاش فهمت ولا تحسهم الوالدين وقت فهمت ولا صاي معناتها تفقدهم ولا تفقد واحد من العائله وقتها تحس بالوالدين واللي هم فهمت ولا اللي هم تو معناتها نحكي على العباد اللي مش قاعده حاسه بوالديها وقاعده تعوق في والديها وقاعده حاجات فهمت ولا تمشي معناتها من طوعها فهمت تخرج مثلا فهمتي ولا ما تقولش لباباها ما تقولش لامها مثلا فهمتي ولا يعملوا في برشا حاجات اللي والدينهم مش راضيين عليهم فهمت بالنسبه لي انا هيك بالنسبه لي انا هيك بالنسبه نقول لك انسان يعمل هكاك ما تسرب له حد شيء ولا حاجه وما ينجم يعمل حد شيء وما ينجمش اصلا يكون فهمتي ولا قد المسؤوليه بالشيء اللي يعمل فيه هكا عندي ني الوالدين مدرسه اول حاجه مدرسه يعلموك فهمتي من الصغير انت فهمتي ولا كل معلم الوالدين هم اول حاجه الوالدين هم اللي يربوك هم اللي جابوك للدنيا هم فهمتي ولا اللي يربوك يربوك علاش يربوك علاش انت ثم واحد فهمتي ولا ما يحبش ثم والدين ما يحبوش ذريتهم ثم واحد ما يحبوش الوالدين كله يحبوا ذريتهم لكن قاعدين نعيشوا في 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 في, 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 في معناتها نقول قاعدين نعيشوا في وقت انا بالنسبه لي انا نقول قاعدين نعيشوا في عيشه مش عيشتنا اول حاجه العيشه اللي عايشينها احنا عيشه وهميه فهمت وبعدنا زاد على برشا حاجات بعدنا زاد قلت لك عقوق الوالدين فهمت برشا اللي تم برشا فهمت ولا والديهم فهمت ولا اللي مسيب والديه واللي عايق والديه واللي فهمت ولا يسب في والديه واللي يضرب في والديه هكا كل توا قديش عمرك؟ انا توا عمري 27 داخل 28 28 خلينا نقول 28 ما زلت تشاور ابوك وامك؟ ما زلت نشاور باباي وامي ما زلت فهمتي ولا زاد كي نشوف باباي ولا امي تطلبني في التليفون بالعكس نكون نقول هنا في نقول احنا نكون في مانيش في جوي بالعكس انا كي نشوف امي وباباي يطلبوا فيا وحتى انا عندي انا باباي يقول لي روح تعشى ولا روح تغدى هيك عندي انا بالدنيا قسما بالله بالدنيا يعني باباي بالعكس يكلمني ويسال لي ويقول لي ولدي وينك اش داير واش عامل ماما عندي هيك تزيد تقويني وتزيد فهمتي ولا تخليني نشد الصحيح باش فهمتي ولا اني ما نعملش حاجه ما ترضيهمش فهمت وما نخرجش معناتها من الحاجه اللي تربيت اللي ربوني عليه اللي هما كي ربوني انا ربوني فهمتي ولا باش نكون فهمتي ولا بنكون معناتها قد المسؤوليه وما نجيبش الدعاء لوالديا والحاجه ما نجيبش السب لوالديا نحب فهمت ولا كي ربوني زاد نحب فهمت ولا خلي لهم زاد ثروه ونخلي لهم برشا مغفره فهمت ماذا بيا معناتها انسان كي يذكرني مثلا انا يذكرني ما يقولش الله الله لا ترحم الله لا ترحم معناتها لا ترحم ما يرحمليش على والدي مثلا فهمت نقول احنا هكا العبد بيه وعليه ما انا يرحم لك على والدي انا ماذا بيا انسان انا فهمت ولا ماذا بيا يا سيدي بالعكس انا اصلا نسعى ريت باش نعاون انسان نعاون راجل كبير علاش حسب رايك قسما بالله ساعات اللي تو برشا عباد فهمت ولا هذه معناتها تقول لك كم رحمه الوالدين اش تعمل بالعكس رحمه الوالدين هي اللي تحل لك 20,000 باب رحمة الوالدين كي يقول لك انسان يرحم والديك هاكي بركة بالدنيا فهمت ما بالفلوس الفلوس كان جيت تدوم راهي دامت لغيرنا ودامت يدي فهمت كي ترحم لوالديك نهار اخر هاكي فهمتي ولا تتحسب لهم نهار اخر فهمت خلي لي كلمة الختام كلمة الختام ولا حاجة نحب نحب نشكر والدي اللي هم باباي وامي زهرة وبابا عبد الله نحب نقول لهم راكم جبتوا صنديد فهمت صنديد وما تخافوش عليا باذن الله فهمتي ولا بالكل شيء بالغايب اللي في تونس بالسسمة قال ما حالفناش الحظ وبشيء لكن مانيش مسلمين راه مانيش مسلمين باذن الله فهمتي ولا باش نوصلوا وين نحبنا وبنوصلوا نفرحوكم الغايه انا واحد من الناس وليت ما عادش نحلم باش نعمل ونعمل نحب نفرح والدي اكثر حاجه نحب نعملها هي نحب نفرح امي وبابا انا امي وبابا كيشوفوني هما تو يشوفوا فيا وفرحاني اما انا نشوفهم بالعكس نشوفهم بوجعهم قلبهم عليا
اللي فهمت اللي مانيش قاعد ما انت ما الحاجه اللي هم يحبوها يحبوا نوصل لها ما وصلت لهاش فهم انا ما انا نقول لهم راني مانيش مسلم باذن الله نوصل اليوم غدوه مدام ربي معايا وانتم بدعوتكم معليتني باذن الله نوصل وما تخافوش عليا وتحيه للتطاوين والتطاوين راهي العز والدلال وكل شيء تطاوين الراحة البدنية والراحة النفسية وكل شيء بنختصر كلمة تطاوين بجملة برك اللي متربي في دار العز اللي متربي في دار العز ما يعرفش مربوعة الرجال شكرا.